السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم بالمخطط الأخضر، بعد ما عرفناكم بالمخطط الأبيض والمخطط الأزرق. المخطط الأبيض الخاص بترميم وتجديد الإرث العمراني، البنايات العتيقة والأحياء التاريخية، والمخطط الأزرق اللي خاص تهيئة الواجهة البحرية لولاية الجزائر العاصمة. اليوم نعرفكم بالمخطط الأخضر الذي يهتم بإعادة الاعتبار للفضاءات الطبيعية، منها حديقة بن عكنون، وكذلك بحيرة الرغاية، وكذلك حظيرة دنيا بارك، والحديقة العمومية الكبيرة بواد سمار، وعدة فضاءات، وخلق نظام بيئي أو يعتبر متنفس لمدينة الجزائر. إذن في هذا الإطار نقدم لكم هذا الفيديو الهام جدا والتفصيلي في الموضوع، والمنتج من طرف الإذاعة والتلفزيون الجزائرية. إذن بدون إطالة نخليكم تتابعوا الفيديو حول المخطط الأخضر لولاية الجزائر العاصمة، والسلام عليكم. في إطار المخطط الأخضر لتطوير البنية البيئية الكبرى لمدينة الجزائر، تولي مصالح الولاية اهتماما خاصا لستة مشاريع فورية. على مستوى وادي السمر، إغلاق مكب النفاية العمومية وتحويله إلى حديقة حضرية، كما تم تكليف الولاية بإدارة الجزء التقني المتعلق بمعالجة عصارة النفايات وتثمين الغاز الحيوي كمصدر للطاقة، فيما تم تحويل تسيير الحضري للحديقة إلى ولاية الجزائر لصالح العائلات والزوار. على مستوى حديقة بن عكنون، سيتم تحويل حديقة الحيوانات إلى حديقة سفاري، مع إنشاء مساحات واسعة للحيوانات والطيور وحديقة للزواحف، بالإضافة إلى ممرات تأمل للزوار مثل الأنفاق الزجاجية. سيتم أيضا تجديد الفنادق الموجودة في المكان، مما يوفر مشهدا للنزهة في وسط المنطقة الحضرية. على مستوى حظيرة دنيا، التي تمتد عبر مساحة تبلغ 1059 هكتارا عبر 5 بلديات، ستتضمن أشغال التهيئة مطاعم لتقديم الطعام والمرطبات للزوار، بما في ذلك مطعم ذو هندسة معمارية حديثة. ربط المنطقتين الشمالية والجنوبية للحديقة بممر علوي ثاني للمشاة. ستكون هناك أيضا مسارات للدراجات وملاعب رياضية ومناطق للعب والاسترخاء، مما سيوفر إطلالة رائعة وبيئة طبيعية استثنائية. بحيرة الرغاية، بعد تصنيفها كموقع رامسار في يونيو 2003، صنفتها الولاية كمحمية طبيعية في ديسمبر 2022، واتخذت عدة إجراءات، منها التفتيش على الوحدة الصناعية المولدة للتصريفات للقضاء على مشكلة التلوث عند المصدر، من خلال وضع أنظمة للمعالجة المسبقة لهذه التصريفات، توصيل التصريفات إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالرغاية، إعادة إسكان قاطني الأحياء القديمة. إنشاء حدائق زراعية مكونة من أشجار مقاومة للرياح وأشجار مثمرة. مركز الردم التقني للنفايات المنزلية حميسي، ويستقبل 3400 طن من النفايات المنتجة يوميا بالعاصمة. لهذا الغرض تم إطلاق مشروع إنجاز خندق خامس لمعالجة هذه النفايات المنزلية لمدة 5 سنوات. وفي نفس الوقت وبالقرب من المركز، سيتم إنشاء وحدة استعادة الطاقة للانتقال إلى الاقتصاد الدائري وتحديث طريقة معالجة النفايات المنزلية. سيتم أيضا تحويل مركز حميسي إلى حديقة حضرية. يعتبر وادي الحراج أحد المشاريع المهيكلة لولاية الجزائر، الذي يهدف إلى أن يصبح مكانا سياحيا بامتياز. تتضمن أشغال التهيئة
توسيع مجرى الوادي وتنسيق المناظر الطبيعية على طول ضفافه، بما في ذلك إنشاء مناطق خضراء ومناطق للتجول ومرافق رياضية وترفيهية للعائلة والشباب، حيث تم بناء 12 جسرا وممرا للمشاة وتثبيت نظام تنبيه ضد الفيضانات. وتقدر نسبة تقدم الأشغال حاليا 95%. ففيما يخص المخطط الأخضر، إعادة تهيئة حديقة بن عكنون، يتم حاليا إنجاز حائط خرساني حتى على طول، فيما تم الانتهاء من أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي ووضع قنوات لتجميع مياه المنابع، بالإضافة إلى الشروع في إنجاز 3 أحواض مائية. أما بالنسبة لتهيئة مواقف السيارات الستة فقد تم الانطلاق في إنجازها، كما تم الشروع في تهيئة خط السكة الحديدية الموجود بالحديقة، مع اقتناء 6 عربات و3 قاطرات على طول 6 كيلومترات. حظيرة دنيا، تم على مستوى الحظيرة الانتهاء من تزويدها بمحلات تجارية وبالإنارة، بالإضافة إلى عملية توصيل المياه المستعملة والمصفات من محطة التصفية بنيوسوس إلى البحيرتين، وهذا في إطار سياسة ترشيد وإعادة استعمال المياه. كما تم تهيئة المسارات المخصصة للدراجات وتثبيت المنحدرات والشروع في عمليات التشجير. إنجاز جسر يسمح بالعبور بين البحيرتين داخل الحظيرة، بالإضافة إلى الانتهاء من تثبيت ممر علوي جديد يربط الجهة الشمالية بالجهة الجنوبية عبر الطريق السريع الرابط بين الدار البيضاء وزيرالدا، وكذا تنميم الممر العلوي الموجود من قبل. فيما يتم حاليا إنجاز 4 مواقف من أجل السماح للمواطنين بركن سياراتهم بالقرب من الحظيرة. وادي السمار، فيما يخص حظيرة وادي السمار، تم الشروع في أشغال إعادة الاعتبار، منها أشغال إنجاز موقف للسيارات يتسع ل2400 مركبة، وإنجاز مساحات وفضاءات للعب والترفيه، مع تهيئة المداخل، إدراج مرافق جديدة، بالإضافة إلى تهيئة شبكة السقي بالمياه المعالجة من محطة التصفية براقي، وتكثيف عملية التشجير والإنارة. وبالمحافظة على البيئة، قامت مصالح ولاية الجزائر بوضع وحدة معالجة الغاز الحيوي المستخرج من باطن الحظيرة، والذي يتم تجميعه وتثمينه إلى طاقة كهربائية تستغل في التزويد الذاتي للحديقة بالإنارة العمومية. أما بالنسبة للمياه المستخرجة من محطة معالجة عصارة النفايات، فسيتم استغلالها في عملية تنظيف المساحات المتواجدة في الحظيرة. بحيرة الرغاية، يتم حاليا بناء جدار الإحاطة على مستوى البحيرة للمحافظة على هذه المحمية الطبيعية، بالإضافة إلى إنجاز أحواض مائية لتجميع المياه المستعملة الموجودة في وادي الرغاية للحد من تلوث البحيرة، في انتظار الشروع في إنجاز قنوات على طول 20 كيلومترا مع محطة ضخ لتجميع المياه المستعملة ومعالجتها في محطة الرغاية.